السلام عليكم. وصفتنا النهاردة هي شوربة السيفود، هنعملها بطعم كريمي جدا وبدون كريمة. طريقتها سهلة جدا وطعمها لذيذ قوي. أتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة. أول حاجة هنحتاج 7 معالق من الشوفان، والكمية دي لكيلو من السيفود. وهنضيف على الشوفان مية، لازم المية تغطي الشوفان، يعني تكون ضعف كمية الشوفان، ونغطيها ونسيبها لحد ما نحتاجها، والمية طبعا بتكون مغلية. معانا كيلو من السيفود. السيفود ده انا جايباه جاهز في كيس بالشكل ده. ممكن لو عندكم جمبري تزودوه جمبري، وممكن لا، انا باخد قطع الفيليه، لان الفيليه بتاع السمك اللي بيكون فيه بتكون كبيرة، وبقطعها للحجم اللي انا عايزاه، يعني بصغرها شوية. ممكن تقشروا الجمبري وممكن لا، بس شيلي تلت الراس بتاعته من فوق. بعد كده في حلة على النار هنحط فيها شوية زيت ومعلقة زبدة، ونسيب الزيت والزبدة يسخنوا كويس. بعد كده هنضيف عليهم بصلة متوسطة متقطعة وصغير، ونشوح البصلة شوية حوالي دقيقتين. انا بشتغل على نار متوسطة. بعد كده هضيف على البصلة معلقة صغيرة من الثوم المفروم، او 3 فصوص ثوم مفروم، وطبعا كمية البصل والثوم ده بيكون حسب الرغبة، ممكن تزودي وممكن تقللي. برضو هنشوح البصل والثوم شوية حوالي 5 دقايق او 4 دقايق. البصل والثوم ما بيغمقوش، بيفضل لونهم زي ما هو، يعني يدوب بيتبلوا بس. انا هستخدم مشروم، ممكن تستخدمه وممكن لا. بجيب المشروم وامسحه بفوطة مبلولة واقطعه لشرايح بالشكل ده، وممكن تستخدموا المشروم المعلب بس تشطفوه من المية بتاعته كويس. هنشوح كمان المشروم مع التوم والبصل حوالي دقيقة واحدة فقط، يدوب بس ياخد من طعم البصل والتوم. بعد كده نضيف السيفود. السيفود انا شطفاه بميه ومصفياه كويس من الميه. هشوح السيفود مع البصل والمشروم والثوم شويه صغيرين حوالي دقيقتين كمان. بعد كده هضيف عليه التوابل. هضيف معلقه صغيره من الملح، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة من السكر، وما تزودوش الفلفل الاسود عشان الشوربة ما تغمقش، وربع معلقة صغيرة من ال7 بهارات، وكمان ربع معلقة صغيرة من الكمون. التوابل بتاعة شوربة السيفود بسيطة جدا عشان طعم السيفود يكون ظاهر، وطعم التوابل ما تكونش طاغية عليها. كمان هضيف مكعب من مرقة الدجاج، ومكعب مرقة الدجاج اختياري. هقلب السيفود، هشوحه مع التوابل شوية، يدوب بس ريحة التوابل تظهر، يعني في حدود دقيقتين او 3. بعد كده هزود عليها 2 كوباية من اللبن او الحليب، و4 كوبايات او 5 كوبايات من المية. وكمية السوائل دي اختيارية جدا، بس ال6 كوبايات مناسبين جدا، يعني بنستخدم حوالي 2 لتر من السوائل. بعد ما اضيف اللبن والمية مباشرة، هضيف الشوفان اللي نقعناه بالمية المغلية، وهضيفه بالمية بتاعته، ونقلب الشوربة بتاعتنا تقليبة واحدة بس كده، ونغطيها ونسيبها تغلي. بس قبل كده هنظبط الملح بتاعها، هنشوف اذا كانت محتاجة ملح ولا لا. اول ما الشوربة تغلي هنوطي النار خالص،
ونسيب السي فود يستوي على نار هادية جدا، وكمان الشوربة بتاعته تتقل، وقوام الشوربة بيكون شبه الكريمة او اخف شوية. كده خلاص الشوربة بتاعتنا بقت جاهزة، نصبها بقى في طبق التقديم. الشوربة دي بتتقدم سخنة، يعني ما ينفعش تتاكل وهي باردة. شكلها حلو جدا، السي فود متنوع، فيه من كل الاشكال وكل الانواع، وكريمية جدا وبدون اي كريمة. جربوها بطريقتي هتعجبكم جدا، ولو بتعملوها بالكريمة مش هتعملوها بالكريمة تاني ابدا، وكمان صحية جدا ومفيدة قوي. لو عجبكم الفيديو اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الوصفات الجديدة، وما تنسوش تكتبولي في التعليقات رأيكم في الوصفة. وبالهنا والشفا مقدما، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.